أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الناس. نستكمل اليوم الحديث عن الأحكام المتعلقة بزكاة التجارة، وسؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك: كيف نخرج أو تخرج زكاة التجارة أو زكاة عروض التجارة؟ ومعنا اليوم فضيلة الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بكم مولانا. أهلا بكم أستاذ. في البداية، يعني التجارة بأنواعها المختلفة وفي أبواب الفقه وفقه الزكاة تحديدا، يعني الإسلام بتشريعه الحنيف، بتشريعه الذي يراعي دائما مقتضيات الأحوال الإنسانية، نقف عند معنى زكاة عروض التجارة وكيف نخرج زكاة عروض التجارة. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. القائل لمعاذ: أعلمهم أن الله تبارك وتعالى قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. لما نقف عند كلمة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، الشرع الحنيف يريد أن يجعل المجتمع المسلم مجتمعا متعاونا، مجتمعا فيه الفروق بسيطة سهلة، لا يريد أن يجعل أو أن يترك غنيا غنى فاحشا يتمتع بكل ما عنده ويحبس نفعه عن الفقير. لا، المجتمع يريد أن يزيل الأحقاد، يريد أن يزيل الفروق الواسعة. لابد أن يكون هناك فروق، ده شيء طبيعي، ولكن يعني في المعيشة، في الأشياء الضرورية، في احتياجات الإنسان، لابد أن تتوفر له الاحتياجات. لذلك الزكاة تسد هذه الأبواب العظيمة، وهي حاجات الناس والقيام بأمور حياتهم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قالوا في أموالهم أي مال، ده عروض التجارة، أي مال يرصده الإنسان للتكسب والنماء. أي مال عندك، سواء تتاجر في أقمشة، تتاجر في أدوية، تتاجر في آلة أثاث، تتاجر في بقالة، تتاجر في أدوات طب، أي أشياء عندك، كل ما هو تأتي به سلعة لا تصنعه أنت، مش أنت اللي بتجيب حاجة وتصنعها، دي هتبقى زكاة تصنيع، دي حاجة تانية، أو دي تصنيع ليس فيه زكاة. أنا بشتري أدوية وببيعها، بشتري أقمشة وبقطعها وببيعها، عندي بقول بشتريها وببيعها، أرز بجيبه وبيعه، وهكذا. كل هذه الأشياء كيف يزكيها الإنسان؟ لابد أن تزكى، وهذا هو الصحيح عند المحققين، لأنك لو منعت الزكاة في عروض التجارة أنت حبست نفعا كبيرا عن الفقراء والمساكين. لذلك هناك قول عند بعض العلماء، وهو قول يعني ضعيف، إن ما فيش زكاة في عروض التجارة، إذن لن يخرج أحد يتاجر ويضارب بماله زكاة. لا صاحب الأدوية ولا صاحب الأقمشة. رأي ضعيف. رأي ضعيف طبعا. ليه؟ لأنك أضعت حق الفقير، أضعت حق المسكين. فلذلك والذين في أموالهم، وهذا يسمى مال، فكيف تمنع عنه الزكاة؟ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، وهذا مال، والمال كل ما يتمول. يبقى إذن كيف تخرج هذا من الزكاة؟ لذلك الصحيح أن في عروض التجارة كل ما يتاجر فيه الإنسان إن بلغ النصاب، باجي في نهاية العام بشوف، طيب الأقمشة اللي عندي دي قد إيه؟ يعني إن كنت ببيع بسعر الجملة، طيب هي جملة اللي عندي ده قد إيه؟ جملة اللي عندي ده 200,000، يبقى 200 في ربع العشر 2.5%، 200,000 في مثلاً ربع العشر. زي بالضبط، ما هو النصاب بتاعها بيقاس بالذهب، يكون العروض عندي التجارة ديت بما فيها من ربح وأصل ونحو ذلك، بقومها كده آخر السنة تعمل كام؟ الأقمشة اللي عندي ديت لو بعتها مقطعة هتعمل 200,000 مثلا، بعتها جملة هتعمل 200,000، يبقى إذا 200,000 في 2.5% أو 25 في الألف، يبقى دي مع ان انا اخصم الديون. انا عليا ديون للراجل اللي انا بشتري منه،
عليا ديون لشركة الأدوية، أنا نعم عندي ب 100,000 في الصيدلية، بس عليا كام؟ للشركة في عندي حاجات آجل على الآجل عليا 30,000 40,000 أخصمها. طب أنا ليا كام؟ عندي فلان وفلان وفلان في الدفتر، ده أنا ليا بحوالي 2000 جنيه بره أروح ضيفهم، لأن ده هيخش في وعاء الزكاة بتاعي. يبقى أنا بأخصم الديون اللي عليا وأحسب الديون اللي ليا ثم بعد ذلك أطلع 2.5%، يعني 25%. هذه هي زكاة عروض التجارة. طيب أحيانا تقول لي الله، ما هو الحاجة جت واتباعت وجت مكانها واتباع والله، وبعدين يبقى إذا لا يشترط بقاء العين اللي هي البضاعة، ما يشترطش بقاء العين. ماشي، إزاي؟ واحد بيسمن عجول وبيبيعها، بيجيب. طب التسمين العجول ده ما بيستمرش عنده 3 4 اشهر 5 اشهر يبيع يجيبه الله. طيب ما هو هيجيب، او في اول السنه جاب عجول راح بيعها بعد 4 اشهر، تاني يوم او ثالث يوم اشترى غيرها، طيب يبقى دي ما عداش عليها سنه. اقول لك لا، مش لازم بقاء دول بعينهم، ولكن في اخر السنه انا عندي بقد ايه؟ عندي ب 300,000 400,000، يبقى هم دول اللي عليهم زكاه، اللي بنسميها السنه الماليه عندنا في المحاسبه. خلاص احنا بناخد كده السنه الماليه. نعم. يبقى ما يشترطش، لا يشترط بقاء العين بنفسها، العروض بنفسه، لا، ممكن يتغير، ممكن يتسع، ولكن العبره بنهايه العام، ان انا اشوف في نهايه العام الدين اللي عليا بره اخصمه، الاشياء اللي ليا اجمعها على هذا العروض، ثم بعد ذلك اطلع 2.5%. يعني احنا ما بنقولش زكاة التجارة، بنقول زكاة عروض التجارة. نعم. ده معناه ان الموضوع فيه تنوع، فيه شمول، فيه تنوع وشمول. نعم، لان اللي انت بتتجر ده فيه ده عرض من عروض التجارة. سواء كانت اقمشة، سواء عجول تسمين، سواء ادوية، سواء بقول، سواء قمح، كل هذه الاشياء انت تزكيها زكاة عروض التجارة. نعم. طب لو اشترى التاجر عرضا ليتاجر، وعرضا من عروض التجارة ليتاجر به، ثم زاد ثمنه في آخر الحول، هل يزكي على الأصل أم على الأصل والربح معه؟ طيب تعال نبص كده، نقول هو اشترى أرض، وفرق هنا لازم أفرق حاجة. أنا اشتريت عندي قطعة أرض، أنا رصدت هذه الأرض إن أنا أبني عليها بيت، ما عليهاش زكاة، لأني أنا مخلي قطعة الأرض دي أنا أوزعها على أبنائي، كل واحد ياخد قطعة ويبنيها، يبقى دي لا زكاة فيها. أنا بتكلم على اللي بيجيب أرض ويبيعها، وبرضو فرق بين واحد بيجيب أرض ويبيعها أرض، وواحد بيجيب أرض ويبني شقق ويبيع. ده تصنيع، بيبني شقق ويبيع، ده تصنيع، عمل صناعة. وبيجيب أرض ويبيعها أرض، يقسمها ويبيعها، يبقى ده هو اللي بيخضع ليه عروض التجارة الأخير. هذا بيجيب أرض، قطعة أرض قسمها، جابها ب 300,000 حتة على بعض على بعض. جاء آخر العام بيشوفها عشان هيبيعها مثلا، أو هيشوف سعرها كام. وجد سعرها الذي ستباع به 400,000، يبقى هيطلع ال 400,000، يبقى هي كسبت في الفترة ديت 100,000، يبقى هيجمع الربح زائد الأصل ويضرب 25% أو 2.5% زي ما بنقول. طيب هو كان جايبها ب 300,000، حصل مشكلة على الأرض، طلع جنبها مش عارف مشروع بتاع، أهدر قيمة الأرض، بدل ما كانت ب 300,000 بقت ب 150,000. طب ال 150,000 تجيب 85 جرام ذهب عيار 21، مع إنه خسر أهو، بس وصل المبلغ ل 150، وال 150 دي داخله معايا في النصاب، يبقى هيطلع على ال 150. يبقى لو كسب بيطلع على الاصل والربح، لو خسر هيطلع على القيمه المتبقيه. يبقى العبره بقيمه العرض او عروض التجاره في اخر العام. بقيمتها اخر العام. يبقى احنا هنروح لفكره البيان الختامي. نعم. في السنه الماليه، البيان الختامي ده اللي هو السنه الختاميه، وبنشوف من خلال حساباتنا نقدر نحدد كل اللي نقدر عليه من خلال او الفقه، ومن خلال الحكم، ومن خلال الوعاء اللي بيجمع المبلغ اللي حل عليه الحول. نعم. احيانا ودي صوره برضو واحنا عايزين نفيد المشاهد بيها، يجيب قطعه ارض وبعدين عايز يبيعها، هو جايبها عشان يتاجر فيها. جاء حال الارض واقف مثلا، زي الان فيه بعض الركود في السوق في البيع والشراء،
فمش عارف يبيع. طب هقول له طلع زكاه ازاي؟ جاي يبيع اخر السنه ما اتباعتش، السنه اللي بعديها ما اتباعتش، ثلاث اربع سنين ما هوش عارف يبيع ويكسب والمش والدنيا تمشي معاه ورأس المال في المنطقه دي واقف شويه. فالشرع الحنيف يقول لك اه طب ما انت ممكن كده تخرج الزكاه عند بيعها عاما واحدا عن عام واحد فقط، مره واحده فقط. اه ليه؟ لرفع الضرر عن هذا. يبقى ممكن لما يبيعها بعد اربع سنين او بعد خمس سنين يكتفي بزكاه ايه؟ بزكاه سنه واحده فقط. يعني خليني اطرح السؤال لكي لا اكون يعني قلت حاجه من عندي انا. يبقى اروح للبيان الختامي او المركز المالي في اخر السنه ووفق المحددات اللي فضلتك قلت عليها. نعم. اللي ليا واللي عليا ونتيجه هذا النشاط في نهايه العام. نعم.